السلام عليكم، هدي سلاوي مسير شبكة الصياد. تنمروا من هاد الظروف اللي صعيبة، كنا في ملي تلقات الوقت ولينا في زون ان تحركات شي شوية الوقت، بدينا تنخدمو ولو ب50%، ولكن جاتنا بحال الصاعقة ملي جات هاد البؤرة الصناعية، اثرت بزاف على المدينة، تسدوا المداخل والمخارج المدينة، دونك الناس ما بقاو تيجيوش، الحركة وقفات. حتى فكرنا في هاد الثلاث ايام الاخيره باش نسدو بصفه نهائيه، تنعاودو نشوفو شنو نديرو، والحمد لله تنتسناو هاد لو دي جويي باش نشوفو واش من قرار غادي يتخاد في حق هاد المدينه، وترجع لينا الحركه كيف ما كانت ونتنفسو، لان كما شفتو حنا موفرين الظروف كاملين، الشروط تباعد بين ليطابل كيف ما تشرط علينا، ولكن الزبائن ما تيجيوش، نسكنت اسفي ما تيخرجوش مخلوعين، العمال جالسين ما تيديروا حتى حاجه، والله يفرج علينا وصافي، هذا الشيء اللي كاين. نعم اسيدي، حنا راه الوقت دابا عندنا واقفه، كانت الوقت اللي تحركت الوقت شويه، تحركنا فرحنا قلنا لا باس راه الوقت غادي يتحرك وداك الشيء، ولكن من ظهرت هذه البؤره اللي ظهرت دابا وعاود رجعت القضيه وقفات الركود، ما كاين حتى شي حاجه، حنا قاعدين 4 شهور دابا هذه وحنا قاعدين الحمد لله ما عندنا ما نديروا، لا ما كاين من يسول علينا، ما كاين من يقلب علينا، حنا قاعدين كنتسنطوا حكم الله تبارك وتعالى. ما الانسان راه ما شاء الله راه 4 شهور هذه وما حالات مسدودين ما شاء الله، تحلينا قلنا راه غادي يتحرك الوقت شويه وتعاود الدور شويه ثاني، والوقت عاود سد الثاني، لا اله الا الله، الحمد لله على كل حال. دابا هذا الاسبوع اللي فات كانت الحركه تحركات شويه من اللي كنطلقوا لينا، ولكن للاسف الشديد من بعد البؤره اللي تكتشفت الحركه عندنا وقفات، وحنا عندنا كيف ما كتشوف دابا هي القهوه كتبان لك خاويه، ما كاين شي واحد، وهذه هي الساعات اللي كنخدموا وقت ديال الغداء، حنا عندنا ساعه ونص ديال الخدمه، واش غادي نقول لك، كنطلبوا من الله تبارك وتعالى يرفع علينا هذا البلاء باش ترجع الامور المجاري ديالها. وانت كتشوف دابا وقت ديال الغداء والانسان عنده مصاريف، كاين اللي عنده كره كاين اللي عنده، دابا 4 شهور ديال الازمه اللي دازت على الناس والناس مكرفصه بلا قياس، كنطلبوا من الله وكنطلبوا حتى من السلطات يدير لنا شي حل لهذا الشيء. بالنسبه للحركه هنا كما كتلاحظوا في هذا الوقت اللي جيتوا فيه واقفه، نورمالمون في هذه الوقيت كيكون بدا دخلوا الزملاء عندنا وكنكون بدينا كنخدموا، ولكن للاسف الشديد مع هذه البؤره الجديده اللي تكتشفت في المدينه رجعنا الكثر من الايامات اللي كانوا عطاونا فاش بدينا خدامين غير على لومبورتي، تقريبا راه اكثر منها، ونتمناو من الله سبحانه وتعالى انه يرفع علينا هذا البلاء وهذا الوباء وترجع الامور كما كانت. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.